إن أبي قد أعانني في زواجي، وجاءتني إعانات فأخذ بعضها بدون علمي، وأنا الآن قد علمت عنها، فهل لي أن أطالبه بها مع العلم بأنني محتاج ولم أتزوج بعد؟ لا يجوز لك تطالب والدك، ولا يسمع لك دعوة على والدك، حتى لو رحت تشتكيه ما يشكى لك، والقاضي ما يستمع لدعواك على والدك أبداً. نعم.